بقسمه الذي شكل دستورا لثورة الأرز، افتتحت مؤسسة جبران توين الاحتفال بالذكرى العاشرة لاستشهاده. محطات حياته الوطنية الكثيرة تطرقت إليها كريمته رئيسة المؤسسة ميشيل تويني في الاحتفال الذي أقيم في البيال تحت عنوان الصحافة العالمية ولبنان، مؤكدة أن ديك النهار لا يموت. أما جبران حتى بعد رحيله باقٍ، وكلماته بعد 10 سنوات عندما نسمعها اليوم لا تزال أقوى من أي كلمة. اليوم جبران دخل التاريخ والذاكرة من الباب العريق، ونلمس ذلك حتى لدى الشباب الذين لم يعرفوه. هذا أهم ما يجب أن يبقى، لأن الإنسان إلى زوال ولا تبقى سوى أعماله ومواقفه وكلماته. وكانت كلمات لعدد من الصحفيين العالميين الذين عايشوا جبران تويني، رئيس تحرير مجلة باري ماتش أوليفييه رويان، مراسل شبكة CNN الأمريكية بن ويدمان، الصحفي باتريك فوريسيه، كبير مراسلي صحيفة ليبراسيون الفرنسية جون بيير بيران، والمدير العام للجمعية الأوروبية للشؤون الاستراتيجية بيير كونيسا، وأدريان جولم من جريدة لفيجارو، ومن لبنان الصحفيين مارسيل غانم ونبيل بومنصف. هيك أشخاص لا بيموتوا، وبلاد فيها هيك أشخاص ما بتموت. شهادة الأبطال وشهادة اللي ضحوا حياته في سبيل وطنهم ما راح تروح مع الوقت. هذا الوطن اللي أنت حبيته واستشهدت من أجله نحن بنحبه، وبعدنا متشبسين ومتمسكين بالأرض ومش راح نترك. يمكن تحقق شيء من حلمه بانه يشوف الشباب اليوم بالساحات عم بيطالبوا بالاشياء اللي هو كان يطالب فيها. القضيه اللي استشهد من اجلها جبران بعدها موجوده، بس بضل عنا هالامل انه نكفي مثل ما هو علمنا ونكفي. وبكلمات تفتقد جبران وصوته وقلمه، تحدث سياسيون وإعلاميون وفنانون في تقارير عرضت قبل أن تتلى بعض الجمل من مقالات جبران من قبل الطلاب الذين فازوا بمسابقة صحفي العام. وفي الختام وزعت الجوائز على الطلاب الفائزين.